تصل على جهة اليسرى من جانب كريم أنصاري، يرسل الكرة إلى الأمام خطيرة للإيراني، يسجل تاريمي، مهدي تاريمي هرب من بين المدافعين وحصل على كرة في مكان مناسب وسجل الهدف الأول للمنتخب الإيراني. انسل تاريمي بين إبراهيم ماجد وبين ياسر أبو بكر، تاريمي سجل الهدف الأول للمنتخب الإيراني. ليست النهاية لحد الآن، نحن في بداية الشوط، ليست النهاية على الإطلاق.